النهاردة هتفجر قنبلة في 25 يناير. بتكلم بلسان المجتمع. هتهز وسط البلد. عيشوا معايا لقاء خاص ومهم جداً وهيهز وسط البلد مع إلهام شاكر. المتسولة حققت حلمك أكتر؟ الممثلة هنضحك على بعض يعني؟ لا لا والله لا والله. يعني أنا جاي النهاردة أتكلم عن فن برضو هنقول سياسة وبرضو هنقول 25 يناير. الناس في ناس عايزة تنزل اغتيال إلهام شاكر، فممكن يكون مع الفيلم ده. الله يخرب بيتك يا شفتوا فنانة في فنانة تقول لمذيعة على الهوى الله يخرب بيتك يا بوسي. إلهام شاهين في حلقة متميزة عن فيلم هز وسط البلد مع بوسي شلبي في أحلى النجوم.